حضرتك يعني أسألك عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستعلامات للرد ووضع حد لهذا التجاوز، سواء فيما يتعلق مع البي بي سي أو ما يتعلق مع التجاوزات الإعلامية الخارجية الأخرى. الحقيقة يا مصطفى، يعني أنت راجل إعلامي كبير وصحفي يعني قدير وقديم، وتعلم جيدا أنه المعارك اللي من النوع ده الإعلامية والصحفية لا يمكن أن تكسب بالضربة القاضية. نعم. فده أول شيء إحنا بنراعيه في الهيئة، إن إحنا بنكسب بالنقط. إحنا هذه المواجهة مع البي بي سي الآن ما بقتش النهاردة، بدأت قبل كده في بعض أحداث سابقة زي حادثة الواحات والإصرار من البي بي سي ورويترز هذا التوقيت على إنه عدد شهدائنا 54، وإحنا أصرينا على الرقم الرسمي واضطر الوسيلتين إلى العودة للرقم الرسمي. وبالتالي إحنا بالاستراتيجية بتاعتنا شايفين إنه أولاً فيما يخص الأزمة الحالية، الأزمة الحالية أزمة لا تحتمل التأويل. لدينا خطأ مهني فادح يصل لحد الفبركة والتزوير قامت به المحررة أو الصحفية في البي بي سي. نعم. وده مش وفقا لرأينا السياسي لا أنا ولا الأستاذ مصطفى لكن. نعم. ده وفقا لقواعد المهنة الدولية وكود المهني للبي بي سي نفسه اللي إحنا استعنا به في الرد على الصحفية. نعم. إحنا بعتنا طلب لمديرة المكتب في القاهرة، انها هي مديرة مكتب جديدة هي لا يعني سلمت عملها بس من كام يوم، انها تحضر عشان نسلمها الرد الرسمي لطلباتنا. اكتشفنا انها في لندن وهترجع يوم الحد القادم. يوم الاثنين طور عودتها هنقابلها ونقدم لها الاتي. اولا بنقدم لها جواب رسمي مفصل اكثر من بيان طبعا اللي ادعناه في المخالفات من الناحيه المهنيه وفقا للتقاليد وفقا لكود المهنه بتاع البي بي سي. اثنين، بعد ظهور المواطنه زبيده بالشكل اللي ظهرت بيه احنا كمان هنطلب انه يرفق هذا الظهور ضمن الملف وانه تواجه المحرره بهذا. ثلاثه، بنطلب رسميا من البي بي سي الاعتذار وعن ما بدر من محررتها، ومش بس الاعتذار، ان يذاع بنفس التكرار ومعدل التكرار ما هذا الاعتذار في قنواتها وعلى موقعها، وانه كمان اجزاء من حوار المواطنه زبيده يذاع ايضا مترجما او مدبلجا الى اللغه الانجليزيه. وهذه الطلبات للبي بي سي، لكن كمان في تحرك اخر. احنا هناك في بريطانيا هناك هيئه اسمها الاوفكوم، هذه الهيئه هي المسؤوله عن متابعه الاعلام ويعني قواعد المهنيه. ايضا احنا بنجهز الان شكوى هتقدم ليها، وهذه الشكوى ليها عواقب كبيره الحقيقه اذا ثبت صحتها، واحنا متاكدين من ثباتها. التحرك الثالث، وده الدوله المصريه هي اللي يعني يجري الان بحثه، وهو التحرك القانوني والقضائي. ودي مساله بتبحث بجديه الان يا استاذ مصطفى، وانت تعلم اكيد، بحيث ان احنا مش هنتحرك بخطوه واحده يعني بشكل اهوج، لكن احنا عايزين نجيب حقنا الضائع، وعايزين كمان ودي الاهم بالنسبه لنا الحقيقه، ان احنا نضع الاعلام الاجنبي كله قدام مسؤولياته المهنيه. نعم. احنا مش عايزين حد يأيدنا سياسيا يا استاذ مصطفى، لكن مش عايزين حد يعتدي علينا سياسيا ويخترق كمان المهنة. انت اعمل مهنتك ويا سيدي قول فيها وفقا لمهنتك والقواعد والقوانين، قول ما تشاء من الراي السياسي، لكن لا تخترق المهنه وكمان تستخدم السياسه من اجل الوصول لاشياء احنا الحقيقه ما نقدرش نعملها. ده بالظبط التحرك حتى الان يا استاذ مصطفى اللي احنا شغالين فيه، وطبعا دعم يعني جهات كثيره في الدوله، الاعلاميين زملائنا، مجلس النواب، الدوله، الشعب المصري. احنا مش في محارب، لكن احنا في مواجهه. والمواجهه هتنتهي اكيد بانتصار الحقيقه، واذا انتصرت المره دي اظن هتنتصر في اشياء